السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة باور تك. رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، ودعمنا بلايك لنستمر بالإبداع. أول شيء راح نبدأ إن شاء الله سلسلة تعلم الزوم. راح أول الفيديو راح يكون عن ما هو الزوم. لدى كل منا الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر ببرامج التواصل، سواء الدردشة أو المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو عن طريق الإنترنت، وهذا يصعب عملية الاختيار. عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع العملاء والشركات الرسمية عن طريق الإنترنت والتعليم الإلكتروني، يزداد الاختيار صعوبة. لذا سنتعرف اليوم على أحد البرامج الشهيرة لإجراء مكالمات فيديوية رسمية وبجودة مناسبة، وهو برنامج زوم. ما هو الزوم؟ الزوم هو برنامج مختص بالمكالمات الفيديوية، حيث يستضيف أحد المتصلين المكالمة ويملك كامل الصلاحيات ضمنها، وقد تحوي المكالمة أكثر من 100 متصل آخر، كما يمكن مشاركة الصلاحيات مع متصلين آخرين. يناسب هذا البرنامج لقاءات العمل الجماعية والتي تحوي مضيفا ومشاركين معه في اللقاء، ويمكن لكل منهم أن يشارك صورة الشاشة الخاصة به في أي وقت، لذا فهو يجعل التواصل بينهم أفضل وأسرع. الميزات الرئيسية: يتميز العمل ضمن برنامج زوم بأنه عالمي ويستهدف منصات مختلفة، حيث يمكن للمتصلين مشاركة شاشات هواتفهم وحواسيبهم مع إمكانية التعليق والتوضيح الصوتي والمكتوب عليها، وهو يناسب الكثير من المنصات أندرويد وويندوز وماك وبلاك بيري ونظام التشغيل iOS وغيرها. لذا فهو أحد الحلول المثلى للقاءات الرسمية والمقابلات والمؤتمرات السحابية والمراسلات الجماعية. إلى جانب ذلك، من المهم أن برنامج زوم يتيح إمكانية اتصال عدد كبير من الأشخاص معا، حيث يمكن أن يصل العدد كما ذكرنا إلى أكثر من 100 متصل دون التأثير على جودة الخدمات التي يقدمها البرنامج وبشكل مجاني، ويمكن أن يصل عدد المتصلين إلى 1000 متصل في الخدمة المدفوعة منه، كما لا يوجد حد لعدد الفيديوهات التي يمكن عرضها في وقت واحد، مما يجعله خيارا مميزا. فضلا عن ذلك، يعتبر بمثابة قاعة مؤتمرات يمكن للجميع المشاركة فيها والتفاعل مع بعضهم البعض، وهو مبني بحيث يلائم أي تجمع سحابي مثل التدريب عبر الإنترنت والمحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات، أو أي هدف آخر يتطلب تشاركية المشاركين فيه مع بعضهم البعض. وتكون ميزات البرنامج وفقا للشركة المنتجة كما يلي: أولا، فيديوهات بدقة عالية HD، صوت بدقة HD مع ميزة اكتشاف الصوت، خاصية ملء الشاشة وعرض مختلف الفيديوهات، إمكانية الاستقبال والإرسال للفيديوهات في وقت واحد، تطبيق موبايل غني وذو أداء عالي سواء لأجهزة الأندرويد أو iOS، إمكانية إنشاء غرف باستخدام برنامج زوم والانضمام إليها، إمكانية الحضور كمشاهد فقط، المشاركة بنظام غرف H323 على SIP، إمكانية الانضمام عن طريق الاتصال الهاتفي، إمكانية الوصول للمحتوى من قبل المشاركين غير القادرين على الانضمام في الوقت المحدد.